نروح إلى مجلة أمريكية رصدت أجمل 10 نجمات في هوليوود، جاء من ضمنهم ملكة جمال تركيا ميليسيا إفلي، والتي حصلت على لقب ملكة جمال الكون عام 2011. بيقولوا لي في الكنترول إن ميليسيا إفلي شبهك بشكل كبير. شبهي أنا؟ لا والله. والله تسمعتيش؟ لا، عشان الإحراج اللي أنتوا عملتوه أفكر ما يكون فوق ومتوكل على الله. تقومي تظهري في البلازما على طول في الصورة. مدخلة نفسك في الكادر. طبعا عايزين نشوف، أكيد طبعا شوقنا حضراتكم نشوف فعلا أجمل 10 نجمات تركيات في العقد الأخير. محتاجين نشوف. رصدت إحدى المجلات الأمريكية قائمة بأجمل 10 نجمات في هوليوود من العقد الماضي حتى هذا العام، وجاء من ضمن أجمل نجمات هوليوود ملكة جمال تركيا ميليسيا إفلي، والتي حصلت على لقب ملكة جمال الكون في عام 2011. وأحلت في المركز الأول الفنانة البريطانية ريتشل وايز صاحبة 44 عاما، وهي من أصول يهودية، والدها مجري الأصل جورج وايز وكان مخترعا. وجاءت النجمة كاميرون دياز صاحبة 42 عاما في المركز الثاني، وهي ممثلة أمريكية من أصل كوبي، والدها كان يعمل رئيس عمال لشركة نفطية، ووالدتها من أصول ألمانية. فيما تأتي النجمة أنجلينا جولي صاحبة 39 عاما في المرتبة الثالثة، وهي ممثلة أمريكية من أصول سلوفاكية، والدتها مارشلين بيرتراند عارضة أزياء وممثلة سابقة من أصول فرنسية. فيما شملت القائمة الممثلة الأمريكية تشارلي ثيرون صاحبة 39 عاما، وهي من أصول جنوب إفريقية، وقد بدأت حياتها كراقصة بالي وحصلت على جائزة الأوسكار في عام 2003. وكذلك النجمة أستيلا وورن صاحبة 36 عاما، وكذلك نجمة تلفزيون الواقع كام كارديشان صاحبة 34 عاما، والممثلة البريطانية إيميلي بلانت صاحبة 31 عاما. وجاءت في المركز الثامن النجمة سكارليت جوهانسون صاحبة 29 عاما، وهي من أصول هولندية. وفي المركز التاسع الممثلة الأمريكية ميغان فوكس، وهي من أصول فرنسية أيرلندية، وقد بدأت مشوارها الفني في سن 6. أما المركز العاشر فكان من نصيب الممثلة التركية ميليسيا إفلي صاحبة 23 عاما. هو أكيد فرق العمر، عندها 23 عام. أنت أحلى. انت احلى. 23 زودي عليها كمان 20 كله ايه 43 43 او 53 مش مشكله، بس المهم ان انت احلى زي ما تحبوا. يعني فكره السن مش مهمه، بس وبعدين انا عايزه اقول حاجه، فعلا انه جمال نسبي في اي مكان. حد ممكن فعلا يشوف ان دول اجمل 10 نجمات، ممكن حد تاني يكون شايف 10 تانيين خالص، فجمال نسبي مش مهم. احنا حلاوه الروح اهم من حلاوه الروح. ايوه حلاوه الروح، حلاوة الروح. تسلمي الروح، تسلمي كل حاجة. دايما بنحاول بقدر الامكان نخفف على مشاهدينا بين ضحكة واخرى وابتسامة واخرى، تعليق على موقف، لانه حدة الاوضاع من وقت لاخر كل بلداننا مجروحة. انا وليدة وطن مجروحة الان، وكثير من البلدان الان مصر بدأت تستفيق. بنحاول بقدر الامكان انه نخفف، نهون انتقال من هنا وهناك. حتى انتوا هتلاحظوا انه صباح مساء الفترة الجاية فقراتها تكون نوعا ما فيها الضحكة اكثر من الاخبار الثقيله. بس انا حاسه ان انا شو لا شو حيرك؟ متضايقه من ايه؟ ازاي ما جابوش اسمنا في اجمل 10 نجمات؟ كانوا 12 هم شالوهم وقعوا منهم. كانوا 12 صح. قولي لي كده صح. ما اخذش الاعداد، ما اخذش باله ان في ثنتين اضافه على القائمه السوداء. هنشوفهم بكره ان شاء الله، ونشوفكم على الف خير في الحلقه الجايه. الى اللقاء.